عادل الف مبروك، فوز مهم جدا بيقرب النادي الاهلي من الصداره. لا يعني مبروك الثلاث نقاط، احنا ما بنبصش على الصداره دلوقتي، انت بتبص على، انا ببص عليها. لا مباراه مباراه، يعني انت عندك المباراه القادمه، سيبك من مباراه الكاس، مباراه الكاس مهمه طبعا، ولكن خلينا في مباراه الدوري القادمه اللي هي بيراميدز. اقدر اقول لك مباراه بيراميدز ساعتها ابقى يعني مش هقول لك ان الدوري بنسبه اتحسن، لكن نفسيا اتحسن. اتكلم نفسيا تفرق، تفرق كتير قوي نفسيا، لكن بعدد النقاط لا لسه طبعا. أيوة لسه. انا دائما الدوري بقى احتفل بيه لما يكون عندي فرق النقاط بينك وبين اللي بعدك، فرق النقاط والمباريات بتاعتي اقل، يعني فرق النقاط اكتر من المباريات الباقيه عند الناس الاخرين وعلى المنافس. ولكن النهارده حصل حاجه في الشوط الثاني مهمه جدا، انك بدأت تلعب بالمجموعة كلها، بمعنى أنك كل التغييرات غيرتها، علشان ده الطبيعي، لأنك لازم في الوقت ده يا كابتن أيمن أنك أنت تفرق الدقائق على اللعيبة كلها، أنت لعبت كتير تلعب كتير، فلازم كل لعيب ياخد قدر كبير من الدقائق، اللي ما لعبش كتير يقدر يلعب. يعني الماتش الجاي بتاع الألمونيوم فرصة كبيرة قوي للتجهيز، ولكن خلينا في مباراه النهارده للتجهيز واراحه بعض اللاعبين. ما هو التجهيز اهم من اراحه اللاعب، عشان ده نوع من انواع التجهيز برضه. هقول لك حاجه يا كابتن ايمن، دائما حته انك انت بتريح اللعيبه بالمعنى بمعنى التدريبي هو بيبقى تجهيز، ايوه انك بتجهزه للمباراه القادمه، لكن انا بتكلم بقى تجهز اللعيبه اللي هي ما بتلعبش كتير. يعني في لاعبين كتير محتاجه تاخد رتم المباراه، زي مثلا رضا سليم، زي ديانج فرصه كبيره قوي، زي مثلا كريم نيدفيد، من الناس اللي تقدر تقول يلعب كتير، يلعب المباراه القادمه كلها كامله. في لعيبه كتير زي مثلا مصطفى شوبير ياخد المباراه القادمه مثلا، زي عندك في السرد باكات ياسر ابراهيم ياخد المباراه. يعني انت بتحضر للمباراه القادمه بالمباراه دي، ولكن في نهايه الامر مبروك ثلاث نقاط. ناحيه نفسيه، طول ما انت بتدبدب ورا الخصم، طول ما هو بيتعب اكتر، لما كان المسافه كبيره قوي ما بينك وما بينهم، وكان عندك مباراه مؤجله، كان هو حاسس بالراحه، لكن دلوقتي بدا يقلق، بدا يتسلل. عشان كده بقول لك مباراه بيراميدز جاي بمسافه ناحيه نفسيه 80% من الدوري ان شاء الله باذن الله.